الدور الثاني والثلاثين من كأس الجمهورية جمعت بملعب عشرين إثبي بشار نادي أمل تبلبالة وشبيبة الشراقة. الفارق الشاسع في المستوى الفني كان واضحا طيلة أطوال المباراة لصالح الزوار الذين افتتحوا عداد التهديف في الدقيقة 11 بركلة جزاء نجح شويخي في إيداعها مرمى باقة. يأتي الدور على المهاجم آيت طاهر بهدف ثاني في الدقيقة 14، وحاول أمل تبلبال الرد بواسطة الزكراوي لكن من دون جدوى. الدقيقة 22 حملت الهدف الثالث من توقيع تواتي. آيت الطاهر عاد وسجل الرابع لفريقه من دون مقاومة دفاعية. وقبل نهاية النصف الأول بأربع دقائق أبى آيت الطاهر إلا أن يضيف هدفه الثالث والخامس للشبيبة التي حسمت الأمور مبكرا. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه وصار في اتجاه واحد لفائدة الزوار. الدقيقة 47 متوسط الميدان العلجي يدون هدفا سادسا وسط انهيار كلي لخط دفاع تبلبالة. أما الهدف السابع فتكفل به هداف المباراة مجددا آيت الطاهر. مهرجان الأهداف تواصل. العلجي تمكن من إضافة الهدف الثامن عند الدقيقة 75 ليضيف نجم المباراة آيت طاهر هدفه الخامس والتاسع لفريقه عند الدقيقة 78 بطريقة جميلة. نتيجة ثقيلة لم تكن متوقعة لفريق أمل تبلبالة. كان أحسن منا في كل الأوقات بلاعبيه بطاقمه، احنا ينقصنا الكثير والكثير، مطلوب منا مزيد من العمل باش نحقوا ربما النتيجه اللي وصلها الفريق الشراقه. نهنوهم بهذا الانتصار ونتمنى انهم يبلغوا اقصى نتيجه في هذا الدور. الى نمدوا القيمه المقابله هذه كما لازم الحال، عطونا قيمتها اللي لازم ونركزوا روحنا مليح نلعبوا مع نابورت كال ايكيب اون بريفاليز ان شاء الله. هكذا الوغ قيمنا الفريق هدايا تاع تبلبالة تاع بشار اي سا سي بيان باسي في لا بريمير ميتون وين اللاعبين مركزين مليح ودخلوا كما يقولوا قيموا مليح المقابله والفريق مشاتنا الحمد لله. بدينا ماركينا بارتي لا ديزيام مينوت مع سيتي ان بو بلو فاسيل افيك لو طون. هكذا الفريق هذا كما هضر المدرب تاعهم راهو كما يقولوا فريق يلعب بالك في درجه شويه تحتنا. حنا لو بريمير اوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله لاكسيسيون لا ناسيون دو بروفيسيونيل.